في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في إنهاء اتفاقه مع نادي مصر المقاصة من أجل التعاقد مع المهاجم الغاني جون أنتوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن جون أنتوي حضر إلى مقر النادي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وعقد جلسة في حضور وكيل أعماله وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك. وأشار المصدر إلى أن أنتوي غادر مقر النادي بعد جلسة استمرت ما يقرب نصف ساعة، وحصل على مقدم تعاقد خلال الجلسة. وأوضح المصدر أنه من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن صفقة جون أنتوي سواء كانت تبادلية أو بمقابل مادي فقط، ومدة التعاقد خلال الساعات القليلة المقبلة.